شكل موضوع الصحراء المغربية بعيون فناني العالم محور الملتقى الثقافي الدولي الأول للفن التشكيلي بمراكش والمنظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء، وذلك بمشاركة ثلة من الفنانين من المغرب والعالم العربي. رأينا أننا نجمع واحد مجموعة كبيرة من العالم، من فنانين العالم، وخدينا من كل بلاد، يعني واحد من اجود الفنانين خدينا، ماشي خدينا غير فنانين وصافي، خدينا فنانين مميزين وجمعنا ونحتفي لنحتفي بالصحراء المغربيه. وطبعا وزاره الاوقاف كانت لها المبادره، تعطينا المتحف محمد السادس للماء، وهو من اجمل الاماكن الثقافيه في البلاد. الهدف هو انفتاح الدول والفنانين على الثقافه الحسانيه كموروث لا مادي، انفتاح الصحراء المغربية على هذه الثقافات الدولية من خلال ريشة الفنانين وغير ذلك. وتتماشى هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي تنظمها جمعية الدار البيضاء للفن الجميل بتعاون مع المنظمة العالمية لجمع شمل الصحراويين والتنمية بالمغرب، تتماشى مع السياسة الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الثقافة والتراث الحسانيين كمكونين أساسيين من مكونات الهوية المغربية المتعددة والغنية بتنوع روافدها. عدنا هذا الحفل، استقبلنا الناس ديال الفن والثقافة والشعر في هذا الملتقى، هذا اللي جايين من أقطار العالم كامل داخل المغرب وخارج المغرب. وتمثلت إحدى أقوى لحظات هذا الموعد الفني الغني بالألوان في معرض للفنون التشكيلية يضم مجموعة من الأعمال الفنية تسلط الضوء على غنى وتعددية الثقافة الحسانية، كما تم في إطار هذا الملتقى تنظيم العديد من الندوات وورشات الرسم والنحت على الخشب والطين والرخام وزيارات إلى المعالم الأثرية بمراكش، إضافة إلى عروض موسيقية تنشطها فرق موسيقية من أقاليم جنوب المملكة وأخرى محلية. We'll be right back.